اخبار النادي الاهلي دايما بنحب ان احنا نتعرف عليها من خلال مراسلينا اللي بيكونوا موجودين في افرع مختلفه كل يوم من فروع النادي الاهلي. هنروح لفرع الجزيره تحديدا، الفرع الرئيسي بتاعنا واللي بيبقى دايما فيه يعني كل الجديد، وكمان الاعضاء، واللي هتلاقي هناك ناس من 7 الصبح موجوده بتلعب رياضه فوق ال70 سنه. تلاقي اجواء جميله جدا. يمكن احنا اتكلمنا على الموضوع ده قبل كده، بس خلينا نروح دلوقتي ونتابع اخبار النادي الاهلي ومراسلتنا العزيزه منى ابراهيم المنيسي. هي موجوده عشان تطلعنا على اخر مستجدات في ما يختص كمان بالفرق المختلفة في النادي. صباح الخير يا منى، اتفضلي. يا صباح الخير عليك، وصباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد من 10 الصبح في الأهلي، وأخبار رياضية أهلوية كمان جديدة من المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة، موجودة علشان أطلعكم على آخر وأهم أخبار النادي الأهلي وكل فرقه الرياضية المختلفة. والحقيقة يعني أنه في كرة القدم، وبرغم الموسم الشاق بالنسبة للأهلي ولاعبته حتى لجمهوره، ولكن امبارح كان ختامها مسك زي ما بيقولوا، أو ختام سعيد لجماهير النادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة. وكمان كان طبعا شهدنا تألق كبير من شباب النادي الأهلي الواعد، والحقيقة أنه يعني الأحلى من الرباعية والأحلى من تألق شباب النادي الأهلي أمس هي الاحتفالية الكبيرة بالحاوي وليد سليمان، والحقيقة الكل كان بيهتف باسمه، الكل كان لابس تيشيرت عليه صورة الحاوي، تقديرا طبعا لمشواره الكبير مع النادي الأهلي وانتمائه الشديد ووجوده دايما في النادي الأهلي وانتمائه الشديد. أنا تحديدا بتمنى له كل التوفيق في المستقبل اللي جاي في الفترة القادمة من حياته، بنتمنى له أكيد كل التوفيق، وهنفتقده أكيد كتير في الملعب. كابتن سيد عبد الحفيظ امبارح بعد مباراة سيراميكا كليوباترا كان منح اللاعبين أجازة مفتوحة لحين تحديد موعد استئناف التدريبات مرة تانية، استعدادا بقى للموسم الجديد اللي بنتمنى إن شاء الله نشوف فيه دايما النادي الأهلي في المكانة اللي تعودنا دايما عليها. أمس كمان كانت أقيمت قرعة بطولة أفريقيا لكرة اليد رجال، واللي طبعا زي ما قلتوا كان موجود فيها وتواجد فيها النادي الأهلي ورجال النادي الأهلي لكرة اليد في المجموعة الثانية، والبطولة إن شاء الله هتقام في تونس. عايزة بس أفكر مشاهدينا إنه الأهلي كان قد توج بلقب كأس السوبر الأفريقي وتأهل إلى بطولة العالم للأندية سوبر جلوب، واللي هتتلعب في الفترة المقبلة إن شاء الله في السعودية. استكمالا لأخبار يد الأهلي، منتخب مصر للشباب طبعا مليء لكرة اليد، مليء بنسور النادي الأهلي، والحقيقة ان هم عاملين تألق كبير جدا. بدأوا امبارح بداية موفقة جدا، البطولة هتبتدي كانت في الفترة ما بين 30 أغسطس امبارح حتى 7 سبتمبر القادم ان شاء الله. بيضم المنتخب من لاعبي الأهلي محمد صلاح، معاذ عزب، يوسف عبد الغني، وبلال إبراهيم. دي طبعا بطولة أمم أفريقيا، وبنتمنى اكيد التوفيق لمنتخبنا الوطني. على صعيد بقى أنشطة النادي الأهلي ولجانه المختلفة، لجنة المرأة وتحت إشراف اللجنة العليا للجان وبالتعاون مع الإدارة التنفيذية للنادي طبعا، أعلنت عن رحلة مجانية. الرحلة دي هتكون للمتحف القومي للحضارة غدا إن شاء الله تحت شعار اعرف بلدك. الرحلة هتكون بكرة يوم الخميس، التجمع من فرع أو المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة هيكون الساعة 9 صباحا، والتحرك الساعة 10 إن شاء الله صباحا، والتجمع من فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد هيبقى الساعة 9، والتحرك هيبقى 9:30 صباحا. طبعا كل اللي حابب ان هو يشترك في هذه الرحلة، بس مش عليه غير ان هو يروح مكتب العلاقات العامة هنا بالنادي الأهلي بالجزيرة ويسجل اسمه، أكيد طبعا التسجيل بأسبقية الحجز. دي كانت كل أخبارنا هنا من المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة، وأنا موجودة معاكم لو في أي سؤال تاني. اتفضل. تغطية رائعة كالعادة، بنشكرك عليها جدا زميلتنا الجميلة منى إبراهيم المنيسي، شكرا ليكي.